دكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. يعني احنا دلوقتي درجة الحرارة هتنخفض بدءا من النهاردة بالليل ولا ايه المتوقع؟ ان شاء الله. هي ارتفاع درجات الحرارة كان اليوم فقط، وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم سجلت 36 درجة، جنوب البلاد وصلت ما بين 37 و 38 درجة، اسكندرية أيضا سجلت 35 درجة مئوية، فطبعا كان ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. كان في طبعا رياح محملة بالرمال والأتربة أثرت على السلوم ومطروح والاسكندرية وبعض مناطق من الدلتا والقاهرة، ويمكن ده هيستمر معانا فترة الليل، لكن بداية من غدا هتهدأ سرعات الرياح، هتنتهي تماما الأتربة المطارة، وبالنسبة لدرجات الحرارة هتبدأ في الانخفاض يمكن فجر يوم غدا إن شاء الله، وبداية من غدا تبدأ درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية، فبعد ما سجلت 36 درجة هترجع ل 30 درجة العظمى على القاهرة. السواحل الشمالية يمكن هتنخفض بشكل ملحوظ، هتوصل ل 23 درجة مئوية، لكن جنوب البلاد ما زال درجات الحرارة مرتفعة بتتراوح من 37 إلى 38 درجة مئوية، فالانخفاض هيكون طبعا بشكل ملحوظ بالنسبة للنهاردة، لكن ما زال الطقس حار غدا إن شاء الله والأيام. طيب بشكرك فندم دكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، وربنا يسلم ونصل إلى يعني شيء ثابت، بس لأحسن الموضوع كده الناس مش بقتش عارفه تلبس ايه ولا تخرج وتعمل حسابها لغايه الساعه كام تفضل بره، ولا حتى جوه البيوت تعمل ايه وتقفل ازاي علشان الرياح المثيره للاتربه.